أكتر يوم من الحجر الصحي بكتبلك في الوقت الراهن، مقدرش غير بس أكتبلك 12 يوم على آخر مرة أنا شفت النور بعناية اتغزت بعينيكي، 12 يوم وأنا خايف والله ما خفت اللي عليكي، 12 يوم والفيروس عمال بيحدث في جثث وفراق وعيون تشتاق، ملوش علاج ولا ليه علاج والفرقة الداء، 12 يوم وأنا حابس قلبي في صدري وماسك فيه بالعافية، وأهرب من وزن الصورة الفكرة من قافية لقافية، وأحضن في بواقي مقابلة تأخر أو تتكرر، وإيديك الدافية بتمسك إيدي المرة أخيرة، وتمشي تسيب القلب خراب ومولع 12 يوم، والساعة بترمي سموم العقرب في وريدي، وبتخطف آخر خيط بيطمن قلبي ورعشة إيدي، وبتقطع حبل الوصل ما بين العالم كله وبعضه، والوضع بقى أخطر يوم ورا يوم ورا يوم من بعده في 12 يوم. وبقضي الليل قلقان وبفكر ايه اللي حصلك لو كان بإيديا، انا كنت هشمر كل شوارع ارض الله واوصلك، وانفض من عيني الشوق واللهفة في غيبتك، وانفض من الدنيا الهوى بالفيروس بره وضمك، واحكيلك عن تفاصيل الدنيا في بعدك ان كانت تتسمى بدنيا، والدنيا في عيني اساسا عملت بوز من فترة وبقالها 12 يوم مش دنيا، والخلق خلالهم خافوا ولزموا بيوتهم وهو حتى سلامهم، وده أبسط حق ما بين اتنين الود ما بينهم ما بقاش في حقوقهم، وكفاية عليهم بس يبصوا لبعض بعينهم، وإن مرة دموعهم نزلت غصب عنهم بيسيبوا خدودهم تشرب منها لحد ما تنشف ممنوع تلمسهم، جوايا كلام هيموت قلبي في يوم من الخنقة، وهلولا الفيروس كنت أجي وأقولك، لكن في الواقع في 12 يوم من الحجر الصحي مسموح لي إن أمسك قلمي وورقة وبس، سامحيني ما قدرتش فيهم أعمل حاجة غير بس أكتبلك.